أوكي طلابنا، فنكمل وياكم إن شاء الله الطريقة الثانية اللي هي طريقة الكرامرز رول. هذا الطريقة نص احنا قلنا مستمرين هسه في طرق حل المعادلات اللينير اكويشنز اللي هي قلنا الطريقة الأولى بالدايركت ميثودز بطرق الماتريكس المصفوفات. فالx1 راح تساوي لنا d1 over d والx2 d2 over d والx3 d3 over d الى اخره. فراح ناخذ مثال يوضح لنا هذه الطريقه حتى نعرف شنو القصد من d1 وشنو القصد من d2 والd3 والd. مثال طبعا بالمناسبه هذه الطريقه يعني على اكثر انتم ايضا هم ماخذيها ولكن لا باس في نعيدها في الاعاده افاده. Solve the following equations by using a Cramer's rule method. منطيني هسه المعادلات، المعادلة الأولى قلنا المتغير الأول 5x1، المتغير الثاني بالـ x2 والـ x3 يساوي لنا الثابت. قلنا المعادلات بحيث لازم تكون مترتبة بطريقة بحيث الترم الأول هو الـ x1، الترم الثاني بالـ x2، الترم الثالث بالـ x3 يساوي لنا الكونستانت. فإذا كانت غير هالترتيب هذا نعيد ترتيبه. فاذا الخطوه الاولى راح نحول بحيث راح نوجد معامل الماتريكس مال الكوفيشنتس مال المعاملات. فبما انه الترم الاول كلهن اكس 1 اذا فراح اخذ مباشره الكولوم الاول اللي راح يصير ذني الثوابت الخمسه بناقص 3 ب 4 قلنا مع الاشاره. الترم الثاني اللي هو عندي الاكس 2 اكس 2 اكس 2 فاذا ناخذ الكوفيشنتس مالتهن اللي هن يعتبرن الكولوم الثاني اذا 2 ب 1 ب 5. والمتغير الثالث x3 فالثوابت مالتهن هن يعتبر راح الكولوم الثالث اللي هو عندي 4 بناقص 20 ب 3. في الماتريكس الاخرى اللي هي قلنا الماتريكس مال المتغيرات x1 والx والx3 على شكل كولوم يساوي لنا الماتريكس اللي هي بها كولوم واحد اللي هو عباره عن الثوابت اللي هي ناقص 5 ب 3 ب 13. فالطريقة احنا عندنا الـ x1 تساوي لنا d1 over d والـ x2 d2 over d والـ x3 d3 over d. إذا لاحظ المقام كلهن d اللي هو نقصد بالـ d اللي هو الديتيرمنت المحدد. والديتيرمنت عرفنا شلون نوجد قيمته، الديتيرمنت المحدد قلنا كل ما هناك راح ناخذ القيمة الأولى وإشارته هسه زائد، قلنا هنا نخلي زائد بعدين ناقص هنا زائد. فوضحنا بالمثال السابق أو بالطريقة السابقة. فزائد الخمسة ينحذف الصف والعمود يبقى عندي 1 في 3 ناقصا ناقص 20 في 5 فراح يصير ناقص في الناقص زائد 100. هنا الاشاره راح تصير عندي ناقص لان احنا قلنا من اشتغل بالديتيرمنت بالمحددات اخلي الاشاره امامي بالبدايه زائد بعدين ناقص وبعدين زائد. ف بعدين فهذا هاي الطريقه استعملها فقط من اريد اوجد الديتيرمنت والكوفاكتورز اخلي ذني الاشارات. فبالديتيرمنت قلنا راح ناخذ العنصر وهذه الاشاره. فناقصا 2 احذف العمود مالته واحذف الصف يبقى عندي ناقص 3 في 3 ناقص 9 ناقص ناقص 20 في 4 فراح يصير زائدا 8 زائدا 4 الاشاره زائد احذف العمود واحذف الصف يبقى عندي ناقصا 3 في 5 اللي هي ناقص 15 وناقص 1 في 4 4 ويساوي لنا 297. هسه هذه قيمة الـ D المحدد اللي هو هذا بالمقام. يبقى هسه شلون نوجد الـ D1 والـ D2 والـ D3 بالطريقة التالية. كل ما هنالك هسه احنا هذه هسه هذه الماتريكس الأصلية قلنا هاي الماتريكس مال الكوفيشنتس مضروبة في الـ X، الماتريكس هاي مال الـ B. هاي جبناها حتى تكون أمامنا حتى بالشرح تكون واضح عندنا. حتى اوجد ال D1 لاحظوا to find ال D1 we need to change the value of matrix B هاي matrix B instead of the first column of matrix A as following. يعني حتى نوجد ال D1 راح نغير قيم matrix B matrix B هذه بدلا من instead of بدلا من الكولوم الاول من matrix A. فراح نجي هاي matrix A راح نستبدل هذا الكولوم الاول بقيم الماتريكس مال الثوابت. فراح نخلي هسه بمكان لحظه هسه سابقا عندي كان عندي الكولوم الاول 5 بناقص 3 ب 4 راح اجيب هاي الماتريكس بي اخليها بمكان الكولوم الاول حتى اوجد الديوان.
فاذا كل ما هنالك راح اوجد عناصر هذا الثابت هذا الثوابت الماتريكس ما الثوابت اخليه بمكان الكولوم الاول فراح يصير عندي ناقص 5 ب 3 ب 13 اللي هي هاي مال الثوابت بمكان ال 5 ناقص 3 ب 4 البقيه نزله نفسهم 2 ب 1 ب 5 4 ناقص 20 ب 3 فمن هاي الماتريكس راح اوجد الدي 1 اللي هي نفس طريقه الديترمنت يعني راح اوجد الديترمنت لهذه المصفوفه اللي هي بنفس الطريقه قلنا كل ما هنالك انه راح يصير عندي بحيث الاشارات نفس الطريقه يعني الاشارات هاي عندي هنا زائد وهنا ناقص وهنا عندي الزائد فاولا زائد زائد هسه الاشاره مال الديترمنت وناقص 5 اللي هو الكونستانت ايضا ناخذه مع الاشاره احذف العمود مالته واحذف الصف يبقى عندي 1 في 3 3 ناقصا ناقص 20 في 5 زائد 100 ناقص الاشاره القيمه 2 العنصر احذف العمود والصف يبقى 3 في 3 9 ناقصا في ناقص 20 في 13 راح يصير زائد 260 وزائدا الأربعة أحذف العمود وأحذف الصف 3 في 5 15 ناقصا 1 في 3 13 ويساوي لنا ناقص 1045 هاي وجدنا الـ D1 Then follow the same procedure to find the D2 as following يعني حتى نوجد الـ D2 إيش راح نسوي كل ما هنالك راح أرجع علما لاحظوا أرجع للمصفوفة الأصلية هاي أم الـ A المصفوفة الأصلية راح استبدل عناصر الكولوم الثاني بيش بعناصر المصفوفه مال الثوابت يعني بالدي 1 استبدلنا عفوا الكولوم استبدلنا الكولوم الاول بالمصفوفه مال الثوابت هسه بالدي 2 راح ارجع للمصفوفه الاصليه استبدل عناصر الكولوم الثاني بالعناصر مال من مال المصفوفه مال الثوابت فالكولوم الاول راح يبقى نفسه 5 ناقص 3 ب 4 و 2 ب 1 ب 5 راح استبدله بناقص 5 3 ب 13 و 4 بناقص 20 ب 3 فارجو هاي ما تخطون يعني اكثر الطلاب يخطا شيء يسوي يجي ياخذ هاي المصفوفه ويستبدل عناصر الكولوم الثاني لا نرجع للمصفوفه الاصليه الـ A نستبدل عناصر الكولوم الثاني بالماتريكس مال من مال الثوابت ونفس الطريقه راح اوجد شنو هو الـ D2 ايضا نفس الطريقه هنا راح يصير عندي هنا زائد 5 فأحذف العمود والصف 3 في 3 9 ناقصا هذه 20 في 13 وزائدا هنا لاحظوا هسه احنا عادة قلنا بالماتريكس بالمصفوفات الإشارات راح تكون عندي هنا زائد بعدين ناقص وبعدين عندي زائد فبالبداية أخذنا الزائد 5 بعدين ناقص وعدي هي ناقص 5 فراح يصير زائد 5 فلاحظوا هاي زائد صارت لانه ناقص اصلا وعندي ناقص 5 فصار الزائد 5 ونحذف قلنا العمود والصف يبقى عندي ناقصا 9 زائدا لانه ناقص وناقص 20 في 84 زائدا الاربعة في يبقى عندي ناقص 3 في 13 ناقصا 3 في 4 12 ويساوي لنا 1496 بنفس الطريقة حتى اوجد الـ D3 ارجع للمصفوفة الاصلية راح استبدل عناصر الكولوم الثالث بعناصر الماتريكس مال الثوابت عفوا فاذا الكولوم الاول نفسه 5 ناقص 3 4 الكولوم الثاني 2 ب 1 5 الكولوم الثالث راح اخلي عناصر الماتريكس ب اللي هي عندي هسه ناقصا 5 ب 3 ب 13 وبنفس الطريقه راح اوجد ال D3 اللي هو عندي هسه ايضا قلنا نفس الشيء اخلي الاشارات امامي حتى اعرف شلون احل يعني ما اخطا الاشارات زائد بناقص بزائد فراح زائدا 5 يبقى عندي 1 في 13 ناقصا 3 في 5 وناقصا 2 يبقى عندي ناقصا 3 في 13 ناقصا 3 في 4 ناقص اصلا عندي الاشاره زائد وهي ناقص 5 فراح يصير ناقص 5 3 ناقص 3 في 5 ناقصا 1 في 4 ويساوي لنا 187 فمن وجدنا هسه الديترمنت دي ووجدنا الدي 1 والدي 2 والدي 3 فراح اجي هسه كل ما هنالك اذا الاكس 1 راح تساوي لنا التقسيم الدي 1 اوفر دي قيمه الدي 1 اوفر دي والدي 2 اللي هي قيمه الدي 2 اوفر دي والاكس 3 اللي هي الدي 3 اوفر دي فقلنا يعني حتى نتاكد انه هذه القيم الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 صحيحه راح ارجع لمن؟ ارجع للمعادلات الاصليه للمعادلات اللي معطيني اياها بالسؤال
هاي المعادلات اللي مطنيها بالسؤال اعوض ما كان قيمه x1 وx والx3 بالمعادله الاولى لازم يطلع لي ناقص 5، واذا عوضت بالثاني لازم يطلع لي 3، واذا عوضت بالثالثه لازم يطلع لي 13. فعندكم سؤال هوم وركس ايضا سؤال سهل. طبعا الهوم وركات يعني مثلا هذا السؤال ما الهوم ورك بالامكان اطبق ايضا على الطريقه الاولى على الانفيرس. هسه انا لاحظ سؤال الهوم وورك، ما عندنا سؤال الهوم وورك باستعمال طريقه الكرامرز رول. لاحظوا هسه المعادله الاولى عندنا 2x1 زائد 3x3 يساوي لنا 4، والمعادله الثانيه ناقص x1 زائد 5x وناقص x3 يساوي ناقص 10، وعندنا هنا 2x1 زائد 2x2 زائد 4x3 يساوي 16. لاحظ هسه المعادله الاولى بها 2 تيرنز يعني حدين بالطرف الايسر، فمعناها واحد من المتغيرات مفقود، معناها انه الكوفيشنت مالته يساوي لنا 0. فاذا معناها هسه التيرم الاول بي اكس 1 اوكي، فالكوفيشنت راح يصير 2 بناقص 1 ب 2 هاي الكولوم الاول، زائدا بما انه ما عندي اكس 2 اذا معناها الكوفيشنت مالته يساوي لنا 0، فمعناها الكولوم الثاني راح يصير 0 ب 5 ب 2، والكولوم الثالث 3 بناقص 1 ب 4 في مصفوفه الاكس يساوي لنا المصفوفه بي اللي هي 4 بناقص 10 ب 16، وتوجدون الx1 والx والx3 بنفس هذه الطريقه الجرامرز رول. وكل ما هنا قلنا حتى اتاكد من السؤال انه بحيث من اعوض الx1 والx3 يكون يطلع لي 4، اعوض قيم هنا الx يساوي هذا الطرف وهنا بالمعادله الثالثه يساوي لنا هذا الطرف. فالحد اللي هنا ننتهي ننهي الطريقه الثانيه، نكمل وياكم ان شاء الله الطريقه الثالثه.